لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتحدث في هذه الليلة عن صحابي، عن ترجمة ميسرة ابن مسروق العبسي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي تأخر إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، علم بالإسلام وقابل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه تأخر إسلامه فأسلم بعد 20 عام، مع أنه كان مقتنع بالإسلام ونبي الإسلام، لكن تأخر إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ميسرة رضي الله عنه لما أسلم نافس في الخير ليستدرك ما فات رضي الله عنه وأرضاه. في ترجمة ميسرة ابن مسروق العبسي رضي الله عنه وأرضاه، الإمام الذهبي لم يكتب في ترجمته كلام كثير، لكن أبرز كلمة كتبها الشيخ الإمام الذهبي، قال عن ميسرة ابن مسروق رضي الله عنه وارضاه، قال: شيخ صالح. قال عنه هكذا، قال إن ميسرة ابن مسروق شيخ صالح، له يعني من الصلاح ومن التقوى، وصاحب رأي وصاحب عقل وحكمة، إلا أنه تأخر إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. مع هذا الصحابي تعرف خطورة التأخر، يعني هذا الصحابي لو كان أسلم منذ أن دعاه صلى الله عليه وسلم كان سوف يصبح من السابقين إلى الإسلام، بل يصبح من أوائل الصحابة، إلا أنه آثر قومه فترة من الزمن ولم يخالفهم، مع علمه أنهم على شرك وأنهم على ضلالة، بل أمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق به، وقال لهم إن هذا الرجل سيسود أمره ويعلو، إلا أنهم لم يؤمنوا فمات معظمهم يعني على الشرك، إلا أن هذا الصحابي تأخر إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، لكن لما أسلم بدأ يبذل لدين الله سبحانه وتعالى كما سنبين ونوضح. الصحابة على العموم، أي صحابي على العموم يعني، تجد أن لكل صحابي بصمة خاصة به في البذل والعطاء والعمل، تجد أن كل صحابي تميز في شيء وفعل شيء وبذل شيء تميز به بين الناس. هذا الصحابي تميز بميزة، بأنه أول قائد مسلم يقود جيش قوامه 6000 مقاتل، ويدخل بهم إلى أرض الروم رضي الله عنه وأرضاه. أيضا هو رجل صاحب فعل أكثر من كلام، فلما ارتد من ارتد من العرب جمع زكاة المال لقومه، وانطلق بها في موكب مهيب مخيف، حتى دخل بها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان رد عملي على مانع الزكاة، لأن مانع الزكاة تأولوا
قالوا لا حاجة لنا في صلاة الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الله عز وجل فرض هذه الزكاة بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم، فقالوا لا حاجة لنا في صلاة الصديق ومنعوا الزكاة. هذا الصحابي كان ممن جمع الزكاة من قومه وكانت كثيرة وكبيرة جدا، وذهب بها إلى مدينة رسول الله بمثابة الرد العملي على منيع الزكاة، وهذا ما سنتكلم فيه في المرة القادمة إن كان في العمر بقية. ميسرة رضي الله عنه وأرضاه يقول المصنف: ها نحن أولاء في مكة على رأس 3 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد مضي 3 أعوام على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه جبريل بقول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هذه الآية كانت بمثابة الجهر بالدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأن يجهر بالدعوة، لأن الدعوة إلى هذه اللحظات كانت سرا وكان صلى الله عليه وسلم يتخفى بها، لكن لما نزلت هذه الآية فاصدع بما تؤمر. وانظر إلى ألفاظ الآية فاصدع، وفيها إن الدعوة تحتاج إلى حماس وإلى قوة وإلى بذل، والله عز وجل في بداية الوحي لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رسول الله: قم فأنذر. انظر إلى ألفاظ قم فأنذر فاصدع بما تؤمر، هذه ألفاظ تدل على قوة الأمر وعلى الصدع به، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قيل القول الثقيل هي أمانة التكليف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية ترجمها في أرض الواقع، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتمرون بالوحي ويتحركون به، الذي كان يحركهم الوحي، فكانوا يلتزمون به في الأوامر، يلتزمون فيه حتى في مراحل الدعوة، في المراحل الدعوة، لأن الدعوة كانت سرا بعيدا عن أعين قريش، فلما أمر صلى الله عليه وسلم فصدع بالأمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا معناها نزول هذه الآية معناها مرحلة جديدة، وهذا يوضح لنا أن الدعوة إلى الله مراحل، الدعوة إلى الله مراحل، بل إصلاح المجتمع وتغيير المجتمع مراحل، لا كما يفعل بعض المتهورين وبعض من لا يجيد فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعرفة المصالح والمفاسد في تغيير المنكرات الموجودة في الأرض وفي الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم قبل 3 أعوام كان مأمور بالكف والصفح، وكان صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقيم الصلاة فقط، إقامة الصلاة، أن يصلي، أن يقرأ ما أنزل عليه من القرآن، وكانت هذه المرحلة تسمى دار الأرقم، فكانت دار الأرقم بمثابة إعداد للمرحلة القادمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل دار الأرقم لكي يربي جيل يقاوم المنكرات ويقاوم الفساد ويقاوم الشركيات الموجودة في المجتمع آنذاك، فتربى هذا الجيل على القرآن والقيام والطاعات في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فلما نزل على النبي فاصدع، فصدع صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت مرحلة، 3 أعوام الأولى كانت مرحلة، بعد ذلك لما أمر بالصدع بالدعوة كانت مرحلة، ثم بعد ذلك لما هاجر كانت مرحلة، بعد مكة بعد الدخول في المدينة والدعوة إلى الله في المدينة كانت مرحلة جديدة جدا، ثم بعد صلح الحديبية كانت مرحلة أخرى، بعد صلح الحديبية
كانت مرحلة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية جمع الصحابة وقال لهم إني أريد أن أرسل بعضكم إلى بعض ملوك العرب والعجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. أراد صلى الله عليه وسلم أن يبدأ مرحلة جديدة، فلما نزلت الآية بدأ صلى الله عليه وسلم في مرحلة جديدة في الدعوة. وأي مرحلة، أي مرحلة تتطلب نوع من الحركة والبذل. العالم العربي اليوم والواقع اليوم، أظن أن الواقع اليوم يتطلب حركة جديدة، مرحلة من الصراع بين الحق والباطل. وهي مرحلة، هذه المرحلة اللي بتحياها الأمة اليوم بمثابة المرحلة الأولى لانطلاق الصحوة. الإنسان لما يعود بالذاكرة يجد أن بداية الصحوة، العلماء تكلموا قالوا ما الأسباب الذي أدت لظهور الصحوة الإسلامية في القرن في 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 الزمان الحديث؟ يعني قالوا إن في عدة عوامل، لأن المستشرقين وأعداء هذه الأمة قالوا ظهور الصحوة بسبب الفقر وبسبب قلة ذات اليد، لكن في الحقيقة ظهور الصحوة كان لها أسباب. هي أسباب كثيرة، أنا لا أتكلم عن أسباب ظهور الصحوة، لكن من هذه الأسباب اللي جعلت العرب وجعلت شباب المسلمين يفكرون في التدين كأسلوب حياة للتصدي للحالة المزرية الذي وصلت إليها الأمة. هذه المرحلة بعد خسارة، بعد سقوط القدس 48 وحرب النكسة 67 في العصر الحديث، يعني العرب والشباب المسلم كان عندهم أحلام، كانت القومية العربية وكان لهم مطامع، فوجدوا أن الاشتراكية ما قدمت شيء، وجدوا الرأسمالية ما قدمت شيء، وأن القومية العربية وهم، القومية العربية وهم. فبعد دخول القدس، اليهود لما دخلوا القدس في 48 أخذوا يقولون آنذاك، يعني يقولون محمد مات خلف بنات، هكذا يقول اليهود، وأخذوا يقولون يوم بيوم خيبر، وأخذوا يقولون ها نحن عدنا يا صلاح الدين. لم ينسوا فعل صلاح الدين فيهم، ولم ينسوا خيبر وإجلاء النبي لهم، وأخذوا يقولون محمد مات خلف بنات، لا أحد يقوم. وكانت هذه بمثابة الصفعة لكل الشباب آنذاك، وكان الحلم أن في 67 يحدث انتصار على اليهود. طيب الأسلوب، الأسلوب آنذاك كانت القومية العربية، في 67 كانت الهزيمة، فكانت صفعة ثانية. على أثر هذه الصفعة استيقظ أناس كفر، استيقظ أن كل هذه الطرق سراب. طيب إيه الملاذ الأخير؟ التدين والإسلام. وكانت هذه سبب من أسباب ظهور الصحوة، التدين والإسلام السبب. فبدأت الصحوة تتحرك في أطر معينة، بدأ ذا يبحث عن علم، يبحث عن كذا 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 كذا، فبدأت الصحوة تتشكل. اليوم أظن والله تعالى أعلم أن المرحلة نفس المرحلة، أن الشباب العربي بعد الربيع العربي ظنوا أنه هيحدث تغيير جذري في المنطقة، تغيير جذري للمنطقة، وأن في الحقيقة الربيع العربي تحول إلى شتاء وخريف يرعد ويبرق، وتحولت أمور كثيرة جدا. فالوقت الآن مش وقت يأس ولا إحباط، لأن
دعونا نعترف ان في قدر كبير جدا من شبابنا اليوم عندهم احباط ويأس من الشباب، لانهم رأوا ان الامور بتعود للأسوأ، واصبح التحديات ضخمة والفساد مستشري. الأنبياء والمرسلين لا يعرفوا أبدا شيء يسمى يأس ولا إحباط. اليأس والإحباط وكلمات اليأس والإحباط ما كانت موجودة أصلا في قاموس الدعاة والمصلحين. الواقع اليوم واقع أليم. انظر إلى واقع العرب، العرب تحولوا إلى دويلات، العراق مجموعة دويلات، سوريا مجموعة دويلات، خلاص في الطريق يعني، اليمن في الطريق، ليبيا الأمر محتدم. انظر إلى باقي الدول العربية الأمر فيها غير مستقر. الجزيرة العربية على غير مستقرة في الوضع، في مطامع إيران، الحال في مصر تستشعر ان الحال صعب، وان الاوضاع فعلا فيها شيء من الصعوبه. طب ايه الحل؟ الحل ان يكون في شباب مخلص، شباب حر ابي يعمل ويغير. لذا طريق الاصلاح في هذه مرحله، هذه المرحله تتطلب جيل له اوصاف. للعلم يا شباب، اللي مش حيكون متوازن في هذه المرحلة علم وعمل ودعوة، علم وعمل ودعوة واهتمام بطلب العلم مع في هذا العصر، ممكن يحصل عنده نوع من أنواع الشطط والانحراف، سواء كان انحراف فكري أو انحراف سلوكي. انحراف فكري لأن المناهج اليوم مطروحة. ما هو الإنسان لما ييأس يا إما يرفع السلاح يا إما ينزوي ويترك، حينحرف، سواء انحراف شهوات أو انحراف فكري ومنهجي. طب إيه الحل؟ الحل أن القرآن يحركك، الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في 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 في, في, في الانطلاقة من السرية للجهر بالدعوة، ما هو فاصدع بما تؤمر، يعني اجهر بما معك يا محمد. فجهر صلى الله عليه وسلم، فكانت بمثابة مرحلة جديدة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أن مرحلة جديدة يعني فيها مواجهة، فيها تحدي. النبي كان يستسر لأن وطأة قريش كانت شديدة، فأمر في مرحلة من المراحل أن يظهر الإسلام وأن يصدع به في وسط الناس. معناها احتكاك، معناها مواجهات، معناها تحديات وعقبات جديدة تواجه الأتباع رضي الله عنهم وأرضاهم. فكون النبي يصدع بالأمر معناه أن قريش حثور، معناه أن حتكون في تحديات في أرض الواقع. فصدع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأمر الله، وصدع بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في الناس في العلن. فكان أول ظهوره لما خرج وصعد على جبل الصفا وقال، دعاهم، دعا الناس، فأتى الناس جميعا. فقام أبو لهب وقال للنبي، تبا لك سائرا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ يسب ويشتم، يتطاول. لكن بعد 20 سنة من هذه الكلمة، ماذا قالت قريش لرسول الله لما دخل مكة منتصرا فاتحا صلى الله عليه وسلم، وقف على باب الكعبة، ماذا قالت له؟ قال لقريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا، أخا كريم وابن أخا كريم. قال، فاذهبوا فأنتم الطلقاء. فما بين تبا لك سائرا اليوم إلى اذهبوا فأنتم الطلقاء مراحل للعمل والبذل، صح؟ طب تخيل لو أن النبي قيل له تبا لك سائر اليوم فسكت، هل وصلنا إلى فتح مكة؟ تخيل لو أصاب القوم إحباط ويأس، هل نصل إلى هذه المرحلة؟ إذن الصعود للقمة يتطلب نفسيات ويتطلب بذل منقطع النظير.
قالوا له تبا لك سائرا اليوم، فبعد 20 قال ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخا كريم وابن أخا كريم. فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. بين المرحلتين بذل وسعي، بين المرحلتين شعب بني طالب، بين المرحلتين هجرة الحبشة، بين المرحلتين الطائف، بين المرحلتين الهجرة لمكة، بين المرحلتين بدر، أحد، الخندق، بئر معونة، القراء، قتل القراء، عضل وقارة، بني قينقاع سموا النبي صلى الله عليه وسلم، أدموه، أخرجوه، أذوه، بين الاثنين. إذن طريق الإصلاح في المجتمع يحتاج إلى أمل وإلى رجاء، لا يتطلب حالة اليأس اللي موجودة عند البعض اليوم، كأن يقول إن المجتمع لا فائدة من إصلاح المجتمع أو المناداة بذلك. فبادر صلى الله عليه وسلم، أمر فبادر للإصلاح، فبادر صلى الله عليه وسلم لإنفاذ أمر الله، لإنفاذ ما أمر به. وطفق صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله جهارا، فجهر بالأمر. بعد 3 سنوات قضاها صلى الله عليه وسلم يدعو سرا. اللي جعل النبي يدعو سرا من؟ الوحي. طب اللي جعل النبي يدعو جهارا؟ إذن اللي حرك النبي في المرحلتين من؟ من؟ الوحي. طيب اللي خلى النبي في مكة يقول صبرا ألا ياسر إن موعدكم الجنة من؟ طيب اللي خلى النبي يقول أنا محمد لا كذب، أنا ابن عبد المطلب في حنين؟ الوحي. إذن الداعية إلى الله يحركه الوحي لا العواطف ولا العضلات. تسمعين؟ الجزئية دي مهمة، دي جزئية فكرية. الداعية إلى الله يحركه الوحي، الشريعة تحركه. هناك مرحلة نتعامل مع هذه المرحلة، طب اليوم ما فيش وحي بينزل، لكن معنا كتاب الله والإمام والأئمة على أن المراحل في الدعوة والجهاد في سبيل الله لم تنسخ، المراحل موجودة، مراحل التغيير موجودة. إذن هذه المراحل يعمل بكل مرحلة حسب الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحركه وحي ويتحرك به. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجبن ولا ينبغي له صلى الله عليه وسلم ذلك، كان أشجع الناس، لكن هو يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. رأى بلال يعذب ويضرب وينكل به فبكى صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا بكر إن بلال يعذب في الله، هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم فقط. وفي مرحلة من المراحل قال لهم صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. وفي مرحلة من المراحل في حنين أخذ النبي يدفع البغلة في وجه جيش، بغلة في وجه جيش بمفرده، وهو يقول لهم أنا محمد لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. إذن المراحل في الدعوة تتغير، تتغير بماذا؟ بالواقع والقوة والعجز. أمر مهم جدا، لأن البعض اليوم ممكن يستدل على اللي احنا فيه الواقع، يستدل على الواقع اليوم بمرحلة أن الأمة كانت في مرحلة قوة، يقول لك، يقول مثلا ومعتصما، ومعتصما دي مرحلة، لكن أنت اليوم في زمن، انظر للقوة العالمية المجتمع على أهل الإسلام، على تفتيت الدول الإسلامية دولة تلو الدولة، وما هناك دولة ولا يوجد دولة من الدول تفككت ثم عادت، صح ولا لا؟ إذن المؤمن يحركه وحي، مش فيسبوك، يحركه وحي مش صورة تلتقط، يحركه شرع. هذا معنى مهم جدا، معنى مهم جدا. ممكن ترى ظلم وتصبر عليه، ترى جور وتصبر عليه، ترى مكائد وتصبر. لماذا؟ لأن المرحلة تتطلب ذلك، وهذا معنى أمر في غاية الأهمية، لأن التهور والاندفاع كم ضيع منا، ضيع منا من ثمرات الاندفاع والتهور. أمر صلى الله عليه وسلم بالدعوة
فتمر صلى الله عليه وسلم. انظر، فلم يترك مجتمع من مجتمعات العرب إلا قصده، ولا قبيلة من قبائلهم إلا عرض نفسه عليهم وسألهم أن يؤوه، أن تؤويه وتحميه حتى يبلغ رسالة ربه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بالدعوة إلى الله عز وجل ما ترك مجتمع من المجتمعات إلا طرق الباب عليه، ولا قبيلة من القبائل إلا أتاها وعرض عليهم نفسه صلى الله عليه وسلم وسألهم أن يؤوه، أن يؤوه وأن يحموه. سو كان يريد الإيواء والحماية، وأخذ يقول لهم من يأويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي صلى الله عليه وسلم، يعرض نفسه على الناس، والهدف كان واضح، من يأويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. فكانوا يقولون وماذا لنا، يقول الجنة صلى الله عليه وسلم، يقولون وماذا لنا، يقول لهم صلى الله عليه وسلم الجنة. فكان النبي يتحرك في كل قبيلة، يذهب لكل قبيلة، يذهب إلى كل تجمع، يدخل كل مجتمع، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، والهدف واضح، الهدف حتى أبلغ رسالة ربي. إذن الدعاء إلى الله قد يأخذون قرار فيه حماية لهم لكي يحسنوا عرض الحجة على الناس، لأن الأصل تبليغ الرسالة وإقامة الحجة لله على خلقه، وهذا أمر في غاية الأهمية. دورنا إبلاغ الرسالة وإقامة الحجة لله على خلقه. استجاب البعض أم لم يستجيب؟ ليس لك من الأمر شيء. هذه قيلت لمن؟ قيلت لمن؟ لرسول الله. ليس لك من الأمر شيء، الذي عليك أن تبلغ، أن تصدع، أن تقول برفق وبلين وتبين للناس. دور الداعية، دور الداعية في إصلاح المجتمع، وعمر الدعوات ما تقاس، ما يقاس نجاح الدعوات بكثرة العدد أو بقلة العدد، النجاح بالبلاغ. وإلا صح غلام الأخدود نجح أم لا؟ مع أنه قتل، صح؟ صح صاحب ياسين، حد يقدر يقول صاحب ياسين هزم؟ مع أنه قتل. يا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس يقول عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط يعني الجماعة دون العشر، من 3 لـ9 يعني، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلين، ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني نبي معه الرهط جماعة دون العشر. هذه رؤيا رآها صلى الله عليه وسلم، وقيل في الإسراء والمعراج، وقيل أنها رؤيا رآها في المدينة، والصحيح أنها رؤيا رآها في المدينة صلى الله عليه وسلم، لأن الإسراء والمعراج كان في مكة، وهذه الرؤيا قصها النبي على الصحابة في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلين، والنبي وليس معه أحد، نبي أرسل إلى قوم وليس معه أحد. إذن دور الدعاء اليوم، دور الدعاء أن يبلغوا الرسالة وأن يبلغوا ما أمروا به. استجاب الناس بها ونعمت، لم يستجيبوا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب العباد في الدنيا وفي الآخرة سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغل الظروف المحيطة، يستغل الظروف، فكانت قبائل العرب تجتمع كل عام نحو 2 شهر في أسواق عكاظ ومجنة وزل المجاز. هذه الأسواق كانت العرب تجتمع فيها في الجاهلية، في هذه الأسواق 2 شهر، فكان صلى الله عليه وسلم يستغل هذه الفرصة، فرصة تجمع من؟ الناس، التجمعات البشرية الموجودة، طلبة في الجامعة، تجمع بشري، صح؟ نشغلهم بالدعوة في المدارس، تجمع بشري في الأسواق، تجمع. لكن اليوم الطالب في الجامعة يقول لك أصل الناس كلهم وحشين. طب ما احنا عارفين الناس كلهم وحشين،
طب متى يسمع هذا؟ وللعلم الناس فيهم خير، الناس فيها خير، ناس بتحب السنة، ناس بتحب الإسلام. اوعى تفكر ان انت بس اللي بتحب الإسلام، لحيتك بس او ثوبك القصير اللي بيحب الإسلام فقط، او ان احنا بس اللي بنحب الإسلام في المجتمع. لا، ده في ناس كثيرة جدا بتحب الإسلام، لكن محتاج ايه؟ تسمع واحد يبلغها، تحتاج واحد يصل إليهم، تحتاج واحد يأخذ يكلمهم برفق وبلين. فالرسول صلى الله عليه وسلم استغل هذه الفرصة، استغلال الفرصة، الفرص المتاحة في المجتمعات الموجودة في الدعوة والصدع بالحق، فرصة الأفراح، فرصة أن يكون في كلمة في فرح، فرصة أن يكون في كلمة في أي تجمع، كلمة على المقابر في الجنازة، كلمة في لو أن بعض الشباب في بعض الأماكن يذهب للمقهى، المقهى مكتظة بالناس، ويكون متفق مع صاحب المقهى إن أنا حنيجي أقول كلمة، صاحب المقهى يقول لي ماشي، ينصح نصيحة والناس بتستجيب. فالنبي استغل هذا المشهد صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أريد أن أعيشك الحدث، بمعنى النبي حيمشي الناس في السوق، الناس اللي في السوق عندهم ثقافتهم، صح ولا لا؟ صح، عندهم الثقافة بتاعتهم وعندهم اهتماماتهم. يعني تخيل لو واحد فينا الآن قيل له أنت بالله عليك يا عم الشيخ، ريح الله يكرمك سوق المغارب الآن، وقول كلمة في السوق، ده أنت حتقدم رجل وترجع كام؟ 15. ده سوق المغارب، يعني الناس اللي فيه كلهم ايه؟ ناس مسلمين بيحبوا الدين، صح؟ تخيل مجتمع آنذاك كان المجتمع مشرك، الأصنام في كل بيت صنم، بجوار الكعبة 360 صنم، لكل قبيلة صنم، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يدعو هؤلاء. إذن تحدي ولا مش تحدي؟ تحدي ولا مش تحدي؟ وتكلم ناس، يعني قريش مثلا كان مصدر رزق قريش هذه الأمور الشركيات والأصنام. فإنسان حيدعو هؤلاء؟ لا، ده تحدي صعب وضخم. فهم يبيعون ويشترون وينشدون الأشعار في المحافل ويتفخرون بالمآثر على المنابر. دورهم العرب كانوا يجتمعون يبيعوا ويشتروا، يتناشدون الأشعار في المحافل، ويتفاخر كل إنسان بقبيلته. وتعزف لهم القين المغنيات، يعني القيون يعزفن لهن في الأندية معازف مغنيات، ويشاهدون الرقص ويشربون الخمور. هذا وقعهم. حتى إذا ما انتهوا من الموسم من هذا الغناء والرقص، يمضون إلى الأماكن المقدسة لأداء المناسك، يعني يغنوا يشربوا خمور ويرقصوا يفعلوا فعل كذا 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 كذا، وبعد ما يخلصوا يمشوا. وين بقى يمشي؟ حجوا على نسك الجاهلية. الصور هذه مش موجود اليوم؟ موجود ولا لا؟ موجود والله، موجود غناء رقص بعدين يمشي الحج خلاص، عم الحج يا يعني. طيب هذا نمط تفكير. طيب وين شخصيتك انت؟ اغاني ومعازف. وللعلم ان كان الناس يطوفون بالكعبة، هؤلاء كانوا يطوفون بالكعبة عراه، يخلعون الملابس. ليه؟ يقول هذه ملابس عصينا الله فيها، فلا يصح أن نطوف ببيت الله بها. شوف التدين عندهم، تدينه بس تدين مقلوب طبعا، عراه. وكانوا يقولون لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، ملكته وما ملك. متخاذ صفة المجتمع. هذا المجتمع أمر صلى الله عليه وسلم بإصلاحه، أمر صلى الله عليه وسلم بتغييره، أمر صلى الله عليه وسلم بدعوة هؤلاء.
عشان بس ما حدش اليوم يقول لك اصل الياس والاحباط صح والموضوع صعب ونقدرش صح. عشان ايه؟ عشان انت لما تقيس هتجد ان احنا في رخاء رغم التحديات الموجودة. هتجد ان 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 الواقع يحتمل وان احنا نتحرك فيه والناس فيها خير. اسمع، فكان صلى الله عليه وسلم، فكانوا اذا انتهوا هم يعني من هذه الامور يذهبون الى الاماكن المقدسه لاداء مناسكهم وحجهم. وكان صلى الله عليه وسلم يغتنم فرصه ذلك الموسم الكبير الذي يجتمع فيه ويجمع فيه شمل العرب، كل العرب كانوا يجتمعون، كل العرب كانوا يجتمعون في هذا الموسم. فيسأل صلى الله عليه وسلم عن قبائلهم قبيلة قبيلة، يسأل عن قبائل العرب قبيلة قبيلة فيأتيها ويتتبع منازلهم منزلا منزل، الأماكن اللي نزلوا فيها واللي وضعوا فيها الرحال والأمتعة. وكان يأتيهم صلى الله عليه وسلم، يعني كل قبيلة يذهب إليها وكل مكان ينزلون فيه يذهب إليهم يدعوهم إلى الله. قل همة، قل قضية، قل رسالة، قل فاصدع بما تؤمر، قل قم فأنذر، قل ما شئت، لكن هو نبيك صلى الله عليه وسلم يفعل، يؤدي الأمانة، أمانة الدعوة والبلاغ يؤديها، ينزل عليهم في أنديتهم أناس يختلفون معه كل الاختلاف، هم لا يعرفون الله ولا يعرفون له طريق، وهو يدعوهم إلى الله صلى الله عليه وسلم. وكان يأتيهم ثم يعرض عليهم دعوته ويذكر ويذكر لهم خذلان قومه له، ويسألهم أن يأووه وينصروه حتى يبلغ رسالة ربه صلى الله عليه وسلم. عندها تقول: ما أعظم ما بذل صلى الله عليه وسلم وما أقل ما نبذل، نسأل الله سبحانه وتعالى الستر والعافية. كان يعرض عليهم دعوته صلى الله عليه وسلم ويذكر لهم خذلان قومه، إن قريش خذلتني وتركوني، ويسألهم أن يأووه وينصروه حتى يبلغ رسالة ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويعدهم على ذلك الجنة، لكم الجنة. طيب، هم قريش والمجتمع مش مقتنع بالجنة بداية، هم مش مقتنعين بالجنة ولا مقتنعين ان في جنة وفي نار، لكن الداعية مقتنع. ان كنت انت مقتنع ان هناك جنة ونار فلماذا تكسل إذن؟ ان كنت مقتنع ان في جزاء وحساب ووقوف فلا يسع من يريد الإصلاح ان يقف. ففي بعض الأحيان لا تسأل عن قناعة المدعو، ولكن إذا اقتنع الداعية بقضيته يبذل لها حتى لو لم يقتنع بها المجتمع. وأصلا المجتمع مقتنع إن في جنة ونار، مش مقتنعين أصلا هم ولا مقتنعين بهذا الكلام، لكن هو صاحب الرسالة. لذا قالوا: الهم يتأجج في قلوب الدعاء. قلوب الدعاء الهم والهمة والحماس تكون في قلوب الدعاء مش في قلوب السامع ولا المتلقي. فإذا كان الهم هم صادق أثر في الناس وفي المدعو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم ويغتنم هذه الفرصة صلى الله عليه وسلم. فكان بعضهم، رد الفعل، فكان بعضهم يؤذيه
فكان بعضهم يؤذي النبي، يؤذي النبي بلسانه، يؤذيه ويسخرون منه ويستهزئون منه صلى الله عليه وسلم، يسخرون منه ويستهزئون به، وبعضهم يؤذيه بيده فيرمونه بالحجارة أو ينخص ناقته، يضرب الناقة من الخلف بعود فتندفع فيسقط من عليها صلى الله عليه وسلم، فكان يقوم وينفض ترابه ويقول: من يأويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي صلى الله عليه وسلم. فالناس انقسموا، فريق يؤذي باللسان وفريق باليد وبالحجارة وينخص البعير، وفريق كان يرد كلام النبي لكن برفق لين، وهذا قلة. إذن المشركين يتفاوتون، فما بالك بأهل الإسلام المسلم؟ فإياك أن تقول إن المجتمع لا يسمع، إحنا في مجتمع مسلم، ده مشركين على الشرك على الكفر وتفاوتوا. منهم من يأذي إيذاء باللسان، وآخر باليد، وآخر كان يرد لكن برفق وبلين، يرد على النبي صلى الله عليه وسلم برفق وبلين. هذه صورة المجتمع. طب والنبي صلى الله عليه وسلم كان السباب والتطاول والسخرية؟ كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم إصرارا على الدعوة، إصرار على الدعوة وبذل الوسع، سخرية واستهزاء تطاول سباب، كان يزيده ذلك إصرارا على الدعوة. وكان من يرفق به كان صلى الله عليه وسلم يطمع فيه، بمعنى يرغب في إسلامه، يهش له، يتعرف عليه، يقترب منه رجاء أن يسلم أحدهم. إذا شدة تقابل بشيء، قبول ورفق لين تقابل بشيء آخر منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا بقى وانت بتقرأ بتسمع الكلام ده، عبر بقى على الأشعار اللي بتتقال: تهون الحياة وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون. صح؟ بالله عليك الكلام ده ممكن تطبقه في أرض الواقع، إن الإسلام فعلا لا يهون؟ لا والله يا شيخ، لا يهون الإسلام. أين فعلك؟ كم تبذل له لدين الله، تتحرك من أجله في الواقع اليوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل ردود الفعل هذه بالإصرار على الدعوة. فكان صلى الله عليه وسلم على الرغم من ذلك الصد الذي يلقاه كان لا يمل ولا يكل ولا يفتر، هكذا الداعية، لا يمل ولا يكل ولا يفتر، مش أشعر بالإحباط، أشعر باليأس، نفسيتي تعبت يا شيخ، مش قادرين خلاص. ليه؟ أصل الوضع صعب، ما عارفين الوضع صعب، جديدة دي الوضع صعب. صح. فلا يمل ولا يكل ولا يفتر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا من يريد الإصلاح والتغيير، إصلاح وتغيير المجتمع، كان عمر بن عبد العزيز يقول هكذا، يقول: أو كلما صعب عليك أمر تركته؟ يعني يصعب عليك أمر تترك الأمر؟ فقال عمر بن عبد العزيز: إذن متى؟ يقول عمر: إذن لا يستقيم لكم أمر دنيا ولا دين. لما يصعب عليك أمر تتركه؟ لا والله لا حيستقيم لك أمر دنيا ولا أمر دين. ذهب الطالب ليتلقى العلم، وجد أن هناك صعوبة في طلب العلم، ترك هذا المجال. ذهب ليدعو، وجد صعوبة، ترك المجال. ذهب ليخطب، وجد صعوبة في الخطبة، خطبة الجمعة، ترك. كلم واحد دعوة فردية، وجد صعوبة، ترك. إذن متى يستقيم للناس أمر دنيا ولا دين؟ صح ولا لا؟ متى؟ ده تجد إنسان وعنده فكرة
فكرة أرضية أو عنده طلب زعامة أو مؤمن بقضية اشتراكية أو ما شابه ذلك يبذل لها. الروس الاتحاد السوفيتي الروس سقطوا ولا ما سقطوش؟ سقطوا. اليوم عادوا لحلبة الصراع أم لا؟ الاتحاد السوفيتي موجودين بعد الهزيمة في الحرب الباردة خلاص، وإن الأمريكان فتتوا روسيا لدويلات، ها نحن اليوم لازلنا نعاني من من؟ من روسيا. عادت للصدارة مرة ثانية تناطح الأمريكا. طب ما كان ممكن الشباب يقولوا ايه؟ عمي احنا تهزمنا صح؟ مش حينفع والأمر صعب، لكن ده أمر دنيا هو يقاتل عليه. فانظر إلى هؤلاء كيف يواجهون، لكن مع ذلك يعني ولاية تكساس هذه الولاية أصلا مكسيكية تبع المكسيك تابعة للمكسيك. فواحد أمريكاني قام في مجلس في عندهم في الكونغرس خطب خطبة عصماء، خطبة على أهمية ضم تكساس للأمريكي وأنه ميناء بحري لا يترك مشابه هذا. بعد ما انتهى من الخطبة الرئيس الأمريكي أرسل إليه وقال له أنا أريد منك أنك أنت تروح تجيب الولاية دي هويستون، تجيبها تبع أمريكا ولاية. طب أجيبها إزاي؟ فقال له اعطيني مال وسلاح، عاوز مال وسلاح. قال لو كان عندي ما احتجت إليك، صح ولا لا؟ لو عندي مال أو سلاح ما احتجتش إليك بداية. طب ماذا أفعل؟ قال افعل ما شئت، احنا بس هنعمل معك شيء واحد، هنجيب لك واحد يعبر بيك نهر الميسيسيبي بس ويسيبك. الراجل خط شنطته وانطلق الى هذه الولاية، فتح فيها مكتب محاماة، مكتب محاماة، وبدأ يتعرف على الناس ويتكلم معهم ويقنعهم، يقنع الناس بضرورة الانفصال عن المكسيك. نحن ننفصل عن المكسيك، وإن المكسيك دي احنا لازم ننفصل. بدأ يعدد لهم في مسالب المكسيك. الناس بعد فترة اقتنعوا بالفكرة بعد فترة وطلبوا الانفصال عن المكسيك، فصلوا عن المكسيك خلاص. بعد المرحلة الثانية في الدعوة بتاعته قال لهم يجب ان احنا ننضم لدولة عظمى. من الدولة العظمى؟ اقرب دولة لنا من؟ امريكا. فانضموا لأمريكا. واحد صاحب قضية، طب انت اليوم قضيتك اعظم قضية، قضيتك أعظم قضية اللي احنا نؤديها. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يمل ولا يكل ولا يفتر صلى الله عليه وسلم. وفي موسم من هذه المواسم كانت قبيلة عبس قد باعت واشترت ثم خفت، أي انطلقت يعني إلى منى لقضاء حجهم، يمشي المنى عشان يحج، ونزلوا عند الجمرة الأولى بالقرب من مسجد الخيف. فأقبل عليهم صلى الله عليه وسلم، قصدهم صلى الله عليه وسلم وهو راكب ناقته وقد أردف خلفه حبه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. الرسول عليه السلام ركب الناقة وأردف خلفه هذا الصحابي زيد واصطحبه معه. وهنا هذا كان فعل النبي، الرسول عليه السلام كان في أحيان كثيرة جدا حينما يذهب يأخذ معه أحد، مرة عبد الله بن عباس، مرة الفضل بن العباس، مرة زيد، مرة معاذ، مرة كذا، وكأن هذا ديدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو الخطاب الخاص يأخذ المدعو. وفيها أن المعلم يصطحب الطالب ليشاركه من باب يعرف كيف يتعامل، من باب الاحتكاك. فهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونشوف الأحاديث اللي النبي أردف فيها، هتجد أن النبي أردف عبد الله بن عباس وأردف معاذ وأردف زيد وأردف الفضل بن العباس وأردف خلق كثير من صحابته صلى الله عليه وسلم من باب الاحتكاك بهم
وهنا الداعية الشاب يتعلم الفعل ويتعلم من سلوك المعلم والمربي. الرسول أخذ زيد رضي الله عنه وأرضاه، وكان بنو عبس قد سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يروه بعد. سمعوا عن رسول الله، لما تشوف كلمة سمعوا عن رسول الله معناها أن النبي له حركة دؤوب، لدرجة أن الباطل رصد هذه الحركة، الباطل رصد هذه الحركة، بل أخذ الباطل يحذر بعضه بعضا. إن أصحاب الحق، صاحب الحق صلى الله عليه وسلم كان يتحرك، يبذل في كل صوب، في كل مكان يمر به ويدعو فيه. فبدأت القبائل تحذر بعضها البعض، هذا الصابئ يأتيكم، هذا الصابئ، الرجل الذي فرق بين المرء وأبيه وبين الزوج وزوجه وفعل وفعل، إنه ساحر مجنون. حملة إعلامية شرسة على هذا الداعية صلى الله عليه وسلم. إذن الحرب الإعلامية والتشويه ده قديم وسياسة متبعة، فما بالك في عصر السماوات المفتوحة، في عصر التواصل الاجتماعي والأنترنت؟ ماذا تنتظر أصلا؟ ماذا تنتظر؟ فحملة شرسة. فلما أتاهم سمعوا عنه، سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يروه بعد. بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة في سفر من أسفاره كان خارج مكة، فرأى امرأة تحمل حزمة حطب ثقيلة، فأخذها وحملها عنها صلى الله عليه وسلم حتى أوصلها لمكة، ثم وضعها أمام الدار. المرأة تريد أن تنصح النبي، فقالت له: يا بني، إن هناك رجل كذاب يدعى محمد، إياك أن تتبعه. الرجل أزى إليه معروف، فقال لها: أنا محمد صلى الله عليه وسلم. فآمنت به لما رأت فعله صلى الله عليه وسلم. فتخيل أن في بعض الأحيان المجتمع، في بعض الأحيان الإعلام وهجمة الباطل تكون سبب في نشر الدعوة، وإلا من كان يعرف عنا، من كان يعرف عن هذه الدعوة أو الدعاء؟ لكن لابد من الحركة ومواصلة السير رغم الهجمة الإعلامية الشرسة، وأن الهجمة الإعلامية لن تسكت، مش هتسكت وحتزيد، ونحن نقابلها به لا للملل ولا للكلل ولا للفطور، لا للملل ولا للكلل ولا للفطور. عندهم إصرار على الباطل، نحن عندنا إصرار على الحق. عندهم قوة في باطلهم، ونحن عندنا قوة في الحق. هو يصر وأنا أصر، والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. هكذا، إن كان هو غير مقتنع أن معي حق، فأنا مقتنع أن منهجي حق، منهجنا حقا، ونسير به لمنهج الإسلام، خلاص أنا إحنا مقتنعين. فالرسول صلى الله عليه وسلم فوصلهم الخبر، فوقف عليهم ونزل إليهم، وأخذ صلى الله عليه وسلم يبشرهم وينذرهم، ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب، ترغيب في قبول أمر الله عز وجل، وترهيب من ترك الاستقامة على دين الله عز وجل. ويقول لهم: بين يدي عذاب أليم، ويبين لهم محاسن الإسلام، بين لهم محاسن الإسلام، ويتلو عليهم ما تيسر له من آي القرآن، يبين لهم محاسن هذا الدين. تخيل أن حضرتك قبلك واحد أجنبي يسألك عن الإسلام، ماذا ستقول؟ واحد حيقابلك يسألك عن الإسلام، ماذا ستقول عن هذا الإسلام، عن دينك؟ ربعي بن عامر لما قيل له: من أنتم؟ قال ما قال. طيب وانت لما تسأل عن هذا الدين، عن إسلامك، عن شريعتك، عن سنة نبيك،
ماذا أنت قائل؟ لو الشاب اليوم سئل عن لاعب الكرة يسرد، صح؟ صح ولا لا؟ لو سئل عن كذا أو كذا ممكن يجيب كل، طيب الإسلام، دينك، إسلامك، تدينك، وعنوان حبك للدين استقامتك على الصلاة، عنوان حبك للإسلام، عنوان تعظيمك لقدر الإسلام، تعظيمك لشعائر الإسلام الظاهرة. أنت بتقدر الإسلام، إذن تحافظ على شعائر الإسلام الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة تؤديها وتقوم بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يذكر لهم محاسن الإسلام ويتلو عليهم ما تيسر له من آية القرآن وفيها أثر القرآن، ده القرآن كان بيأثر في المشركين، فما بالك بأهل الإسلام حينما تتلو عليهم قال الله قال الرسول، تذكرهم بالله، تتلو عليهم آيات القرآن، هذا في أثر في نفوس المدعو، خصوصا الشباب، لأن البعض اليوم اللي بيعمل مع الشباب مهتم بدعوة الشباب فرضيا بدأ يهتم أكثر بالضحك والمزاح وبلغة الشباب القلش على ذكر الآية والحديث، فخرج جيل ضعيف أمام التحديات والمغريات. طيب لو ذكر الآيات والأحاديث، ذكر الآيات والأحاديث يخرج جيل قوي، وإلا كان قديما الأشياخ والمشايخ كانوا يربون الطلبة على قراءة كتب الحديث، إن واحد يحفظ 40 نووية، جامع يقرأ جامع يوم الحكم، اللؤلؤ والمرجان، رياض الصالحين. أصبح اليوم لا، أنت ملتزم أكاونت على الفيسبوك وحط اللوجو بس، أصبح هو الملتزم، ملتزم طيب وين الحلقات العلم؟ مش موجود في حلقات العلم. طيب كيف تكمل طريق التزامك بلا علم؟ فضلا ان الانسان يريد ان ينشغل بالنقد، ونقد الصحوات ونقد التجمعات ونقد الدعوه، والبعض لا يبالي ان ينقد الاشياخ ويتكلم فيهم. من يريد ان ينقد نقول له توازن حتى يكون نقدك متوازن، صح ولا لا؟ توازن حتى يكون نقدك متوازن، لا علم عندك ولا معرفه للمفاسد والمصالح ولا للمتاح والممكن ولا للواقع ولا للقضايا الفكريه ولا لفقه الموازنات ولا للسياسة الشرعية ولا للنوازل، وتريد أن تتكلم. فقديما قالوا من تكلم في غير فنه أتى به بالعجائب، فكيف من يريد أن يتكلم في سياسة أمر الأمة وهو بعيد عنه كل شيء؟ حيأتي بالعجائب، لأنه شاب ولازم يتكلم، أنا لازم أتكلم ولازم يكون لي رأي. يا عمي ما حدش يحجر على رأيك، قول ما شئت، لكن نقول لك لابد أن يكون معك أدوات، أدوات إيه؟ أدوات حتى يكون نقدك إيه؟ نقدك موضوعي، نقدك صحيح. واحذر أن تتحول إلى شخصية نقادة وأنت لا تشعر. الأصل عندك أصبح إيه؟ النقد. ما يعجبوش العجب ولا الصيام فيه، هو كده، ما يعجبوش العجب ولا الصيام في رجب. الأصل إن نقاد، كل شيء نقد نقد نقد. طيب أنت تنقد كل شيء، سؤال متى نقدت نفسك؟ أنت نفسك بقى نقدت نفسك، يكرم الأوائل ولست منهم، فأين أنت؟ لماذا لم تنقد نفسك؟ لماذا لا أحضر أنا الدرس لكي أتعلم؟ فلان أتم حفظ كتاب الله وأنت لم تتم حفظ كتاب الله، لماذا لم تنقد نفسك؟ فلان يعمل في الدعوة ويتحرك وأنا لا أعمل، لماذا لا تعمل ولماذا لا تتحرك؟ إذن هل أنت تقوم على نقد أم أنك تعلق على مباراة كرة قدم؟ ما هو المعلق بتاع كرة القدم إيه؟ بس يعلق فلان باظ وفلان شطبه، اشتاعوا أنا ما؟ لا، وليس معنى ذلك أن احنا نجرم النقد، لا، النقد مطلوب، لكن أنه نقد، نقد بناء، يبني ولا يهدم، يجمع ولا يفرق، مبني على العلم وعلى رؤية وعلى معرفة واقع، وإلا الحكم على شيء فرع عن تصوره، الحكم على شيء فرع عن إيه؟ عن تصوره. لازم تتصور أنت الشيء حتى تعرف تتكلم عنه. الشاهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يذكر لهم صلى الله عليه وسلم محاسن الإسلام ويتلو عليهم ما يتيسر له من آية القرآن
ويذكر لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خذلان قريش له، إن قريش بتخذلني، خذلان قريش لهم. لما تيجي تحط له عنوان الكلام في الواقع، إن في واقع بيواجهني. إيه الواقع؟ قريش. إذن الكلام في الواقع مهم، وإنك تضع الداعية والمدعو الصغير على معرفة الواقع أمر في غاية الأهمية. معرفة الواقع من حيث هو واقع، وكل إنسان على حسب استيعابه وحسب قد طاقته الواقع. فالنبي بدأ يقول لهم خذلان قريش لهم له، ويدعوهم إلى أن يأووه وإلى نصرته، إلى أن يأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه صلى الله عليه وسلم، حتى يؤدي رسالة ربه ويعدهم بالجنة. إذن النبي كان يرغب ويرهب، يتكلم في الواقع، يطلب منهم، عنده هدف ووعد. الوعد الجنة، الهدف يبلغ الرسالة، المطلوب إيوائي ونصرتي، الواقع خذلان قريش وتكالب الدنيا عليه، الترغيب والترهيب يذكر لهم آية القرآن ترغيبا وترهيبا صلى الله عليه وسلم. إذن خطاب متكامل منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن تعود على الخطاب المتوازن يتحول عنده إلى سمة من سماته ووصف من أوصافه، إن هذا الإنسان متوازن في طرحه وفي كلامه. وكان في القوم صاحبكم الليلة، احنا طولنا عليه خالص، اللي هو من صاحبكم؟ ميسرة رضي الله عن ميسرة وأرضاه. فكان في القوم ميسرة ومن بني عبس، فالتفت ميسرة بعد ما سمع إلى قومه وقال تعالوا يا قوم نأوي هذا الرجل وننصره. ميسرة أدرك، فهم المطلوب من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا قوم تعالوا نأوه وننصره. وصدق من قال الحق أبلج، واضح، والباطل لجلج، الباطل عليه ريبة والحق واضح أبلج كالصبح. فوالله، يقول ميسرة، فوالله ما سمعت قبل اليوم كلام أنور من كلامه ولا أعدل. ده ميسرة أدرك إن هذا الكلام كلام عليه نور وعليه حلاوة، وكلام يقوم على العدل والإنصاف، يدعوهم لذلك. فالتفتوا إليه، فالتفت إليه رجل من قومه وقال دعك عن هذا يا ميسرة. طيب ما أنت سمعت، دعك عن هذا، لأنه أصلا الخلفية عند إعلام لا تسمع، دعك عن هذا ولا تسمع، والله إن قوم الرجل أدرى به منا، أدرى به منك، يعني يا ميسرة قريش أدرى بمحمد منك، فلو كان فيه خير لنصروه، صح؟ لو كان فيه خير نصروه وأواه ووقفوا معه، فهم تركوه. شبهة ولا مش شبهة؟ شبهة. طيب الله جعل لك أيها المرء أذنين لتسمع، وعقل لتدرك، ومذاق لتتذوق حلاوة الكلام، لكن الله عز وجل يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لأن هذا القلب يبصر وهذا القلب يسمع، فكلما كان الإنسان قريبا من الطاعة كان أفهم لكتاب الله ولسنة رسول الله، وكلما كان الإنسان أبعد عن الطاعة وفي وحل المعصية لا يفهم. لذا قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرجل قال لو كان فيه خير ما تركوه، لو كان فيه خير ما تركوه للقبائل هكذا، ولم يرضوا بكلامه. إن قريش أصبح المقياس عند من؟ قريش المقياس عند من؟ اجتمع. مدى انحراف إن يكون المقياس عندك على الحق والباطل، وإلا الناس قد يتعارفون على المنكر، هل يصير المنكر معروفا؟ الناس يتعارفون على الفساد، على الدعارة، هل يصير بذلك دعارة حلالا؟
يصير هذا حلالا. عشان كده عندنا في الشريعة المعروف الذي عرفه من الشرع والمنكر الذي أنكره الشرع. فالمعروف لا يعرف لا بالذوق ولا بالوجد ولا بطباع الناس ولا ما اجتمع عليه الناس. المعروف يعرف بالوحي وبالشرع، والمنكر كذلك يعرف بالشرع. هذا ما عرفه الشرع واصطلح عليه أمر الشرع. صهيب أقصد مسروق ميسرة رضي الله عنه وأرضاه، قالوا له هذا الكلام قومه، قطع رجل آخر فقال إليك عنه يا ميسرة. الواضح أنهم رأوا أن ميسرة أقبل على رسول الله، فوالله ما رجع به رجل إلى قومه إلا عاد إليهم بشر ما رجع به أهل هذا الموسم. أعوذ بالله. يقول لو إن واحد رجع بمحمد إلى قومه سيكون شر الناس رجع إلى قومه من هذا الموسم برسول الله، تبا له ولقوله. يقول أنت لو عدت برسول الله إلى قبيلتك ترجع بشر، ترجع بشر بفساد عجيب. عشان كده أنت محتاج إيه؟ محتاج تتذلل لربنا إن ربنا عز وجل يشرح صدرك للحق، محتاج تتذلل لله إن الله عز وجل يوفقك لقبول الحق ولأخذ الحق، وتنطرح بين يديه وتدخل على ربك من باب الافتقار والعوز والإفلاس. رجل رأى النبي وسمع منه لكن طلاسم، ازداد بهذا الكلام شر على شر. ميسرة يريد أن يقترب أكثر لكن قومه صحبة السوء الشر. فقال ميسرة، ميسرة قال لهم أحلف لكم بالله لا يظهرن أمر هذا الرجل حتى يبلغ كل مبلغ. يقولون والله أمر محمد سوف يظهر ويبلغ كل مبلغ، فاستمعوا إلى نصحي وأووه وانصروه. يقولون أسمعوا النصحي وأووه وانصروه. فطمع فيه صلى الله عليه وسلم، طمع في من؟ ميسرة. يعني شوف كيف ينظر للنبي، رأى، شوف رد القبيلة كان رد صعب. النبي ما عبئ برد من؟ لا جديد، يعني واحد بيسب ويتطاول في جديد؟ لكن الجديد إن هذا تأثر فاهتم النبي، فطمع في أن يسلم وهش له وبش صلى الله عليه وسلم، أقبل عليه وتبشبش له أن يضحك في وجهه، واقترب منه صلى الله عليه وسلم. خلاص إن الإنسان حيسلم شخص، يعني هذا هذه المقابلة السيئة فيها نور وضوء. إيش الضوء؟ إسلام هذا وكلام هذا الجيد، كلام جيد. فأقبل عليه صلى الله عليه وسلم فقال له ميسرة والله ما سمعت قبل هذا اليوم كلام أحسن من كلامك، ولا دعيت إلى أمر أعدل من أمرك، ولكن شوف عدم التوفيق فيه، ولكن قومي يخوفونني كما رأيت، وإنما ولكن قومي يخالفونني كما رأيت، وإنما الرجل بقومه. يا شوف أنا الرجل بقومه، يعني الرجل قال كلام جيد، يعني مثل هذا يسلم، لكن قال إنما الرجل بقومه أنا بقبيلتي. زي بالضبط اليوم الشاب تدعوه والله كلامك حلو يا شيخ بس المجموعة اللي معايا مش حاضر أسيبها، خليك معي، هو أتسيبه حتضيع فرصة، فرصة أن تطلب العلم وتتعلم تكون إنسان، تكون بني آدم تعرف الوحي. لا ما أقدرش، يكون مع نفس المجموعة. طب المجموعة تروح وين؟ وكم من شباب نعرفهم تركوا الالتزام من أجل المجموعة، من أجل هؤلاء.
وهو اليوم نفسه يرجع لا يستطيع، مش عارف، لأن المعصية لها أثر، ويتمنى أن لو ينفك من هذا القيد، لا يستطيع. سلسل نفسه وقيد نفسه بالذنوب والمعاصي موجودين، وإن شئت نسميهم بأسمائهم، لكن لا يجوز ولا يصح نحن نقول هؤلاء، من نسمي هؤلاء؟ نفسي يعود، والله نفسي أرجع بس مش كثير. فإذا كنت في نعمة راعي هذه النعمة، حافظ عليها، نعمة التدين والاستقامة، الشباب خصوصا، نعمة إنك تقرأ في المصحف، نعمة إنك تطلب العلم، نعمة معك صحبة صالحة، نعمة إنك تعمل لدين الله، هذه نعمة لابد من أن ترعى هذه النعمة ولا تهمل هذه النعمة فتندم. نعمة إنك تذهب للمسجد، نعمة تصلي، نعمة الاستقامة، لأن في مجموعة أو في أناس يقولون لك هلم إلينا، هلم إلى المعاصية. فميسرة قال إنما الرجل بقومه، انفض المجلس، غلب على ميسرة طبع القبيلة، كيف أترك قبيلتي؟ حتى لو كنت ما تقول يا محمد حق وصدق وعدل وإنصاف وكلام جميل، إلا أني لا أستطيع أن أخالف قومي. عاد ميسرة مع قبيلته وأكمل صلى الله عليه وسلم طريق الدعوة إلى الله عز وجل والإصلاح والعمل والسعي. ميسرة عاد إلى قومه، لكن يحكي لنا بعد 20 سنة، 20 سنة قضاها بعيدا عن رسول الله وعن الهداية والاستقامة، هو يريد ويتمنى لكنه أبطأ كثيرا، وفاته كثير من الخير، ولو مات في هذه الفترة لمات مشركا كافرا بالله، لو مات في هذه الفترة لمات مشركا كافرا بالله. إلا أنه أتى بعد فترة من الزمن، هذا ما سنقف معه في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.